دكتور راشيل عبدو أنطوان اختصاصية صيدلة، والحديث حول دور الصيدلة وعمله بالقطاع الصحي، ومنعرف قدي دوره كان كبير وفعال خاصة بجائحة كورونا، فرح ناخد منك كل التفاصيل أكيد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شرفتينا. مرسي. أهلا وسهلا دكتور، شرفتينا. تنبدأ بالحديث عن الصيدلاني أكيد. يعني نحن بمجتمعاتنا نعتبر تقريبا الصيدلي هو دكتور، هو مؤهل انه يوصف لنا كل الوصفات الطبيه. هل هذا الشيء صحيح؟ هذا الشيء ابدا مش صحيح. اول شيء ما فينا نحن ناخذ ولا دور طبيب، لا اختصاصي ولا جنراليست ولا شيء. نحن كصيادلي مزبوط، وخاصه هلا بهيدا الوضع الاقتصادي، اول ما يحس المريض بحيلا شيء على اقرب صيدليه اول شيء بيجي. نحن دورنا الاساسي، اول شيء نحن في عده انواع من شغل الصيدله، يعني عندنا الصيدله بالمستشفى، عندنا الصيدله بالصيدليات. دراسات مختلفه دكتور؟ مش دراسات مختلفه. أوكي. بس بيكونوا توجههم مختلف. اوكي. حتى كل واحد الرول تبعه عنده اياه مختلف، وعندنا كمان الصيادله اللي بياخذوا دراسات اكثر عليا اكثر، كمان بيكونوا متوجهين انه يشتغلوا بالمصانع، يشتغلوا مثلا عندنا كمان الصيدله الاونكو، يعني الصيدله اللي بيركب ادويه الكانسر بالمستشفى، هيدا بيكون عنده اختصاص خاص. اوكي. اوكي. بس نحن كصيادله عامه نحن ممنوع نوصف ولا دواء. نحن اذا في شي مريض اكيد بيجي لعنا، اكيد عندنا مكانات ضغط، عندنا مكانات قياس السكري، ليفل تبع السكري، لانه هو اللي اصلا كمان فيهم ينوجدوا بحيلا بيت. اذا بنلاقي في اي تخربط بالموضوع علينا نحن كصيادله نوجه البيشنت انه يروح عند الطبيب الاختصاص. بس نحن ممنوع نوصف ولا دواء الا الادويه اللي بنلاقيها بلا وصفات. مثلا في وجع راس معين بحق لنا نوصف باراسيتامول، لانه نحن هلا بحلقه مش دعائيه، سو ما في يقول غير الفورمولا تبع الدواء. عندنا مثلا مشكله رشح صغير، خبريه صغيره، بحق لنا هول اسمهم اوفر ذا كاونتر، يعني هول بنلاقيهم بلا وصفات طبيه، هول الادويه الوحيده اللي بنقدر نعطيها. وفي شغله كثير مهمه كمان، نحن كصيادله ممنوع نعمل حتى الابر بالصيدليه. يعني وقتها يجي البيشنت لعنا، هلا نحن كانه عم نتعدى على القانون تعدية، لانه ما رح نلبي كل بيشنت انه يشتري الدواء من عنا ويروح يعمله بالمستشفى او عند نورس. بس عاده اللي مفروض يعمل الابره هو يا الحكيم يا النورس. اوكي. حتى نحن ممنوع نعمل ابر كصيادله. طيب دكتور، قد ايه الحاله اللي عشناها بالفتره اللي قطعت جبرت الصيادله انه يكون عندهم يمكن فكره اكثر؟ مش عم بحكي عن الخبره، هلا بدي اسالك عن الخبره، قد ايه بتخول كمان الصيدلي بانه يمكن يتصرف از دكتور بوقت من الاوقات مثل فتره كورونا؟ اضطروا الصيادله بانهم يتصرفوا وقت اللي انقطعت كل الادويه، اضطروا يلاقوا بديل ويعطوا ويوصفوا بديل. مزبوط. فترة كورونا كانت كتير صعبة علينا كصيادلة فعلا، أكيد على الحكمة وعلى الأنفيرميرية وعلى الكل، بس على الصيدلة بحد ذاته، لأنه مثل ما بقلك البيشنت أول شيء بفوت على الصيدلية، وكان بعد ما في البروتكشن اللازمة، كان بعد ما في فاكسينز. عنا كتير من زملائنا الصيادلة توفوا من وراء كوفيد، وسلام لروحهم يعني مثل ما بيقولوا. كان رول كثير صعب. كنتوا بالواجهه لانه يمكن كنا بالواجهه لانه اول شيء فينا نقصدكم. اكزاكتلي. ايه. عرفتي يعني فيك تفتح الباب انت وتفوت علينا، وبعد ما كان عندنا هيدا انه نحط البلكسي ونهتم بحالنا وعرفتي، او نعمل الفاكسين نكون بروتكتد اكثر، بعد ما كان خاصه اول شهرين ثلاثه فواجهنا كثير صعوبات. انقطع الدواء مثل ما حضرتك قلتي كمان بهيدي الفترة، اضطرينا نصير نعطي بدائل دواء، صار في مافيات الأدوية اللي عم بيزوروا الأدوية واللي عم بيجيبوا الأدوية البدائل اللي منهم عم بيكون مزورة ومنا منيحة، في كتير عالم توفت لأنه ما لقينا الدواء، في كتير عالم توفت لأنه الدواء ما كان منيح، لأنه عنا كتير أدوية مزورة بلبنان، سو كانت فترة كتير صعبة علينا كصيادلة. طيب دكتور، قد ايه بحق له الصيدلي يوصف دواء بديل؟ يعني sometimes بنشوف ادويه كثير متشابهه
بتركيبتها. نعم. بس في فرق، يعني بضل احيانا في فرق ولو صغير، الصيدلي بيقدر يعرف هيدا الفرق ولا فيه يوصف؟ على الأكيد نحن كصيادله نحن اكسبرت بالدواء، يعني نحن شغلتنا الدواء وشغلتنا انه نعرف شو البدائل. دواء البديل هو ذاته الدواء الاساسي، نفس الفورمولا، نفس الموليكيول، نفس التركيبه، نفس الدوزاج، يعني العيار تبعه للدواء نحن عم نبدله يعني بنفس الدواء، وراح يعطينا نفس المفعول. وهون بحب وجه لكل العالم اللي عم يحضرونا هلا وحضرتكم انه الدواء اللبناني كثير مهم انه نستبدل فيه الدواء الاساسي، لانه عنا دواء لبناني عم ينعمل بمعايير كثير عاليه، عم بيجوا من برا، عنا كله ايزويات، عنا كله الشهادات والايزو، ان كان الامريكانيه او ان كان الاوروبيه، عم بيجوا يعملوا علينا كنترول على المصانع تبعنا. عم بيكون البديل الدواء اللبناني من اهم البدائل اللي هلا فينا نشوفها، وحتى الاسعار عم بتكون كثير ارخص. بتعرفي هيدي شهاده كثير مهمه منك دكتور مباشره على الهواء، لانه عنا المصانع رائعه فعلا، كل شيء ما بنآمن فيهم، ما بنآمن فيه لانه اكلين كثير ضروبه. بس لأنه صحتنا هي الأغلى، كتير حلو نشدد وننوه ونقول عن هيدي الشغلة. نحن كمان بالنقابة في الصيادلة كنا عاملين حملة لا دعم الدواء اللبناني، لأنه فعلا عم بتكون معاييره وعم بتكون البرودكشن تبعه بمعايير كتير عالية، بمعايير أوروبية، عنا شركات أوروبية عم تجي تشرف علينا. يعني نحن كأنه عم نعلي بالماتير بريمير بإشراف الأوروبيين، وعم بيكون بديل كتير مناسب خاصة بهيدي الأوضاع. وتقريبا عم نقدر نوصل بالكوست أنه نقدر نوفر 3/4 حق الدواء الأساسي. حلو. وهيدا كرول تبع الصيدلي، الصيدلي بحق له 100% أنه يقدر يستبدل دواء بدواء تاني as long as يكون نفس التركيبة مع نفس العيار. الأدوية اللي كانت عم تنجيب من برا، شو تعليقك على الموضوع؟ هيدا موضوع كتير واسع. أول شيء آخر فترة خاصة كورونا وهلأ الفترة اللي عم نعيشها، مافيات الأدوية عم نشوفها بطريقة كتير كبيرة. قد ما فتنا ببانيك دكتور، صرنا حتى نحن بين بعض عن جد طبعاً. يعني أنا أعرف حدا راي على مصر أو راي على أرمينيا أو وات إيفر على تركيا، صرنا نقول لبعض exactly. اللي هو كلنا هيك، بس من وراء هيدا التفكير وصلنا لمرحلة أنه صارت كل العالم متاح أنه تهرب دواء، لأنه هيدا اسمه تهريب، لأنه الدواء ممنوع يفوت بهيدا الطريقة. من وراء تهريب الدواء، أخطر أنواع التهريب هو الدواء المزور. يعني مش بس دواء بديل يمكن عم يعطينا إفكتفنس أقل، حتى عم بيكون مضر لنا. في خطورة. يعني هلأ من جمعتين وهيدا الكيس هلأ عنا إياه بلبنان، في دواء كانسر طلعتها المنظمة الصحة العالمية WHO، عنا دواء كانسر لقوا بقلبه بكتيريا مضرة. يعني نحن مش بس عم نعطيه منه مفيد، كمان مضر. عم بيكون في بكتيريا، خاصة مريض الكانسر بتكون مناعته منا كتير قوية، وعم نعطيه شيء خارجي جرثومة، يعني عم بيكون خطر الدواء المزور. وهلأ مافيات التزوير كتير كبيرة وما حدا عم بيقدر يضبطها. يعني عم نجرب كنقابة صيدلة مع وزارة الصحة يجربوا يضبطوها، بس it's out of control somehow. يعني لا ان شاء الله يقدروا يضبطوها، لانه هلا في مشروع طلعت فيه الفكره نقابة الصيادلة انه نعمل بطاقة مثل هوية دوائية لكل مريض، يكون في الهيستوري تبع المريض مع الأدوية. ساعتها نحن ندعم المريض بحد ذاته، ما ندعم السلعة، لأنه نحن هلا اللي فايتين فيه لنا 3 سنين لهلا هو من وراء الهدر تبع الدعم اللي صار. الأدوية كلها تندعم، تتهرب لبرا، نصير نحن مقطوعين. آخر شيء من عند جيراننا أو من حيالله بلد نجيب الأدوية اللي مطبوعة شركاتنا نحن منها. بتعرفي قصة التخزين كمان كان الضرر من وراها كتير هائل. مزبوط. بس قصة التخزين قدرنا شوي نضبطها، بس قصة التهريب اللي ما قدرنا نضبطها من وراء الدعم الهدر اللي بقى عنا لمدة 3 سنين. هلأ الفكرة صار عنا أدوية الكانسر اللي بعدها جزئيا مدعومة،
ما عم نلاقيها كثير، لانه نحن بنقدر ندعم ب 20 مليون دولار بالشهر، بينما نحن بحاجه ل 60 مليون دولار بالشهر دعم. هيدا واحد. عندنا الادويه اللي هي المزمنه اللي شالوا عنا الدعم، هلا المريض ما عم بيقدر بقى يشتريها. سو في كثير مرضى بيقول لك مثلا بياخذ نص حبه بدل حبه مثل ما وصف لي اياها الطبيب، وصارت الفاتوره الاستشفائيه اكبر من وراء هيدا الموضوع. يعني صارت العالم عم تفوت على الاوبيتال اكثر لانه من وراء الدواء، من وراء الاستهتار بالدواء، بس هو اكشلي ما عم بيقدروا. مش قادر. عندنا الادويه اللي بعدها مدعومه اللي ما عم نلاقيها اصلا، وعندنا الادويه المزوره اللي هلا حكينا عنها، وعندنا اهم شيء حليب الاطفال اللي هلا رفعوا عنه الدعم بالكامل. هلا من هلا لجمعتين بدنا نبلش نشوفهم انه صاروا افيلبل بالسوق، بس ما بتخيل انه العيال اللي بعدها عم تقبض باللبناني واللي عقد حالها رح تقدر اصلا تشتري. دكتور قد ايه في وجع قلب عن جد؟ يعني اذا يعني؟ اذا بتجي بتحطي حالك محلنا، فعلا نحن عندنا قدره انه نبكي كل يوم على 2-3 كيسز عم بيجوا لعنا على الصيدليه ومش قادرين تعملوا لهم شيء بالاخير. يعني قد ما فيك بتقدري تساعدي تساعدي تساعدي، بس قدرك تساعدي اخر النهار. صح. طيب بدنا نحكي عن موضوع كمان كثير مهم بالنسبه للدواء، الاكسبايري ديت. مده صلاحيه، انتهاء صلاحيه الدواء. مثلا بتتحدد نحن هلا بجانيوري، بجانيوري بنسمع طبعا من اهالينا انه بابا كان صيدلي كان يقول لي فيكي بعد تمرقي له شهرين ثانيين من بعدها. ثلاث اشهر، هو ثلاث اشهر. بس في عالم عم تمرقهم بعد سنه وبعد سنتين المضطر. هلا الوضع الاقتصادي اللي هلا انا كمان عم شوف عالم عم تاخذهم عم تقطعهم بعد سنه. هلا هو ليه بيحطوا اكسبايري ديت؟ لانه نحن بنعمل شيء اسمه اوكسيديشن للحبه الدواء، اذا عم نحكي عن الحبوب، بصير معهم يا اوكسيديشن يا شيء الحبه، يعني الحبه بتصير تتاكل جزئيا منها، بتصير الافكتفنس ينقص. ايه يعني بتصير هي تفيدك اقل. أوكي. بس ما بتاذي. عرفتي؟ بس انه كثلاث اشهر من مده الصلاحيه بعدها بتنفعك فولي. اوكي. طيب المضطر، اذا في حدا مضطر واستعملها بعد ست اشهر او بعد سنه، بتفيد اقل. بتفيد اقل احسن بلاها. احسن بلاها اكيد. احسن بلاها اكيد. يعني ما راح ياخذ المفعول وما بنعرف شو راح يكون، كيف التفتت وكيف كيف التركيبه تبعها تحولت مع الوقت. عرفتي؟ دكتور سالتك من شوي عن الخبره، قلت لك بدي اتطرق لهيدا الموضوع. في كثير ناس صار لها سنين بالفارماسي عم تشتغل، ما كانت مؤهله بوقتها، احنا بنعرف كانت مفتوحه الدنيا، يعني شبه لهلا اذا بدك، للاسف بعدها باماكن معينه مسموحه هيدي الشغله. بعد 20 و 25 سنه خبره فينا نقول انه بيكون اترقى، معلوماته صارت يمكن اوسع، فبالتالي صار يفهم اكثر. أكيد. خاصة مع الدورات اللي بنعملها دايما، برجع هون لموضوع النقابة، دايما بيعملوا لنا دورات تثقيفية حتى نضلنا up to date بكل المعلومات الجديدة. أهم شيء صيدلي أو حيلا حدا طبيا أو بحيلا دومين يضلوا up to date، يضلوا عم بيتثقف حتى يترقى. انتبه، هي مش الخبرة، هي أنت معلوماتك وخبرتك هول هن. عرفتي؟ والاحتكاك مع المرضى، يعني مع البيشنت قد ايه بيعلم؟ المرضى كمان بيعلم كثير أكيد. يعني نحن مزبوط ما فينا نتعدى على الرول تبع الطبيب فور شور، ولا يعني حيلا صيدلي محترم ما بيتعدى على هذا الموضوع، أكيد في اكسبشنز. بس بنقدر وقت البيشنت يجي لعنا بنقدر نشخص او بنقدر نعرف اكيد بينه وبين حالنا، هيدا مع الخبره بيصير. ومع التعليم الكونتينيو اللي بيقدموا لنا اياه، كان شركات الدواء او كان النقابه اللي هي بتجبرنا، وباي ذا واي بناخذ عليهم مثل كريدتس. حلو. يعني نحن مجبورين، يعني تحفيز. تحفيز، نحن مجبورين انه نضلنا عم نتعلم وعم نتثقف بكل شيء up to date، وبيعملوا لنا هن يا بالنقابه يا برات النقابه، بيكونوا عادة مدعومين من شركات الدواء، وهول بيفوتوا على فايلنا ومجبورين نجمع بوينتس معينه حتى تضل شهادتنا او ممارستنا للمهنه افيلبل. اوكي. سو هيدا بيكونوا عم بيحفزونا انه نضلنا نتعلم. هو بالنهايه كل انسان بيشتغل على حاله. طبعا. يعني اللي بحب يعمل ريسيرش واللي بحب يتثقف بحب، واللي ما بحب هو بيكون محدود يعني. صحيح. ذكرتي من شوي الأدوية يلي عرف. صح.
اللي هن فيكم تعطوهم للشخص اذا اجى على الصيدليه باراسيتامول واتيفر. بس في ادويه على الرف، في فيتامينز على الرف دائما بنشوفها، في ادويه من الاعشاب منشوفها على الرف دائما موجوده. هلا يمكن نحن بعمرنا اتس اوكي ناخذها، بس في بعض الاعشاب بتنزل الضغط وبتطلع الضغط لكبار السن، اكيد هدول كيف تتعاملوا معهم؟ اول شيء مش كل شيء من الاعشاب يعني سيف، هيدا خلينا نكون متفقين على هذا الموضوع. مثل ما حضرتك هلا قلتي انه في كثير اعشاب بتضر، خاصه للجيرياتريكس يعني للكبار بالعمر. في كثير فيتامينز بيكون في مثلا بقلبه، رح اعطي اكزامبل، صوديوم اللي هو بيتفاعل مع مرض الضغط، صوديوم يعني اللي بيفوت بالملح بتركيبه الملح، اللي بيتفاعل مع مرض الضغط ما لازم ينعطى، وبيجينا كثير كيسز عم بيعلى ضغطهم من وراء فيتامين معين، حتى تكتشفي بعدين انه من وراء هذا الفيتامين حتى تقري الانجريدينتس. مشان هيك كنت عم تساليني عن ادويه الاعشاب، بنتعامل معهم هلا بالنهايه هن محطوطين افيلبل لكل العالم. صحيح. الصيدلي المتمرس واللي عنده الخبره بهذا الموضوع بيقدر انه يسال البيشنت كم سؤال، ليش بدك تاخذهم؟ عندك هيستوري امراض؟ عندك مثلا مشاكل ضغط؟ عندك مشاكل ما بعرف شو مايجرين؟ بس كثير من الاوقات دكتور البيشنت هو ما بيكون عارف شو به، فمن هون ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة. صحيح. لحتى يعني هو يعني برأي المتواضع شبه عم بتأكدي لي إنه ما لازم يكونوا over the counter. هن ما لازم يكونوا over the counter. هن لازم يكونوا، هن ما لازم يكونوا معك حق over the counter. بس عنا حسب القوانين تبع وزارة الصحة هو اللي مرخصين إنه يقدروا ينبيعوا ويكونوا بمتناول كل ايد الجميع. للاسف يمكن في قصص لازم يكون عليها رقابه. بس طيب كل شيء اوفر ذا كاونتر عنا بنلاقيه بس بالفارماسي صح؟ انتبهي عنا كثير قصص اوفر ذا كاونتر مثل الانتي انفلاماتوريز مثلا. مثلا حيلا نوع انتي انفلاماتوري، اول سؤال لازم تساليه للبيشنت عندك ضغط؟ لانه اذا بيشنت عنده ضغط واخذ انتي انفلاماتوري يعني ضغطه عالي كثير ونعمل مشاكل، معقول تروح هيدا اللي عم نقوله يعني. في كثير ناس هلا كنا عم نحكي من شوي عن الكبار بالسن، بنعرف المسنين من الصعب اساسا انك تاخذيهم عند طبيب، اكيد يعني ضد عقلهم يشوفهم حكيم لانه هن ما بهون شيء. صح. ف كثير من الاوقات ما بيكونوا مكتشفين شو عندهم، بلس الغلا اللي نحن فيه، في كثير ناس بيتجنبوا يروحوا عند الحكيم الا اذا الكيس كثير وصلوا يعني على الحفة. على الفينال. اكزاكتلي. فهولي ما بيكونوا عارفين، من هون الخطوره يعني. هيدا هو سؤالي. خطوره كثير كبيره، بس كمان ما فيك توقفي هيدا الموضوع. صحيح. وما فيك هولي تلغيهم انه يكونوا اوفر ذا كاونتر. ما فينا كنت عم اقول انه نحن بلبنان كل شيء اوفر ذا كاونتر دكتور، بس بالفارماسي بنلاقيهم. مزبوط. برا كل شيء اوفر ذا كاونتر بالسوبر ماركت، فينا نلاقيهم بالسوبر ماركت. هيدا قانون من قوانيننا انه نحن كل شيء دواء مسجل بوزاره الصحه كدواء، يعني كل شيء مستعمل فور ا بيربس ميديكال بيربس، بس مسموح نلاقيه بالصيدليات. مش ماشيين بالقانون على ولا شيء الا على هيدا، الا على الصيدليات. ذاتس واي ما فينا نلاقيهم. هلا اذا بتروحي على كم سوبر ماركت بتطلعي هيك فيك تلاقي باراستامول علبه من هون رقبة شي نهار، خاصة إذا هيك مثلا حد الرف تبع القصص الثانية هول بحطوهم بالقزاز اللي بتطلبيهم طلب، فيك تشوفي. But this is illegal. ممنوع غير ينباع بالصيدلية. دكتور مواعيد الأدوية قد ايه مهم ناخذ الدواء على موعده؟ وشو الدواء المسموح معلي شوي ما كثير يكون على الموعد؟ رجعت كل شيء أدوية هرمونال نحن بنفضل انه البيشنت ياخذها على الموعد. مثل؟ مثل مثلا بروجستيرون، مثل الاستروجين، مثل اذا حدا عم بيحاول مثلا للحبل عم تاخذ ابر الهرمونات، هول مفضل انه يكونوا على الوقت. هلا نحن بنستعمل عامل الوقت دائما، مثلا خدوا على الساعه 10 الصبح و10 بالليل كرمال نهين على البيشنت دوره، احسن ما له خدوا كل 12 ساعه، ساعه ياخذوا 8 ساعه ياخذوا، لانه هو هيدا الدواء نحن بنسمي الهاف لايف تبعه، يعني كيف بيتفاعل بالجسم وقد ايه بيعطي افكتفنس للجسم هي 12 ساعه، بعد 12 ساعه بدها تروح مفعوله من الجسم، ذاتس واي بنقول كل 12 ساعه،
حسب في أدوية بدها 24 ساعة. فنحن لتهيين الشيء عند المريض تنهون له حياته بنقول له مثلا خده 9 الصبح 9 بالليل، هيك بنكون عملنا انترفال 12 ساعة يعني لا ياخذوا بس في أدوية كثير مهمة حياته تكون هالقد ماشية صح لحتى يوعى وينام. اكزاكتلي. هلا في أدوية كثير مهمة ناخذها على الريق اللي بيعملوا مثلا البروتكشن للمعدة اللي هن نحن بنسميهم كل شيء اوميبرازول وهول بنسميهم بي بي اي. هول مهم يتاخذوا على الريق لانه هول اذا المعدة فيها اكل ما بيعملوا البروتكشن اللازمة، يعني نحن بنستفيد بين 5% و10% بس منهم اذا في اكل، بينما اذا بدنا نغلف المعدة اكزاكتلي تغليف المعدة ما بيصير الا ما يكون على الريق. قبل ما نشكك دكتور، قد ايه الصيدلي مسؤول عن صحة البيشنت؟ أول شخص وأهم شخص مسؤول عن صحة البيشنت هو الصيدلي، لأنه هو اختصاص الدواء، هو اللي بيقدر يشوف الأدوية قدامه اللي معطية أكيد الموصوفة من الحكيم. أوقات البيشنت بيروح عند حكيمين مثلاً بيعطيه هيدا دواء وهيدا دواء، هيدي شغلة الصيدلي أنه يهتم بالبيشنت يشوف له يوجهه. كتير مهم شغلة الصيدلي أنه يوجه البيشنت إذا إجا لعنده من تلقاء ذاته لعند الطبيب المختص. كتير مهم الصيدلي أنه يوجه بحيلا موضوع البيشنت تبعه. سو عن جد دورنا كتير مهم، وأنا بشكركم كتير على هيدي الحلقة فعلا. It was lovely. كمان بشكرك دكتور رشيل، وأنا تعرفت عليكم وانبسطت كتير. أهلا وسهلا دكتور رشيل أنطوان عبدو اختصاصية صيدلة. أنطوان عبدو شرفتينا. Thank you. Thank you حبيبي.